ما بتنزلش الانتخابات كلها لان انت اصلا عندك اول حاجه اللي هينزل مين؟ الناس العاديه الصناعيه برضو كلهم هينزلوا. الصناعي النهارده بيفضلوا 100 جنيه ولا 70 جنيه هيضيع يوم ويجي الانتخابات ليه؟ اصلا صاحب الشغل اللي عندك هيفضل يخليك تنشف بقى عليهم؟ لا مش هيقبضك، وانت بالتالي عاوز تاكل عينك اخر يوم عاوز تروح الجمهوريه دي اللي هي بتبقى يومين ثلاثه في الاسبوع اللي بتشتغل. طب والموظف حاج عباس واخد اجازه؟ 6 مليون موظف ما بينزلوش. ما واخد اجازه؟ هو زعلان ومرتب وعمل له قانون اسمه خدمه وطنيه ولا خدمه مدنيه ومش هيديله حوافز ومش هيديله مش ايا كان يعني الناس اللي فاهمه القانون ده ايه، بس هو زعل الموظف، الموظف ما نزلش. فلو رحت اي مصلحه حكوميه وهتساله يقول لك مش هنزل. الناس اهي الموظفين اهو اساله ما يقول لك زمايلنا مش هينزل، هو مش هيطلع من اللجنه دي ويروح ينتخب في لجنه ثانيه ولا هينزل. هينزل ليه؟ هو زعلان. انت اتعمل له قانون، عمل مظاهرات، راح وقف وقفه سلميه ما حدش راح له قال له تعالى يا عم الموظف القانون ده وحش ولا حلو. فالنهارده 6 مليون خسرناهم ما نزلوش، وجنبيهم العامل اليدوي الحرفي ما نزلش. مش هينزل، هينزل ليه؟ هو زعلان. وعندنا 60% شباب، مش معقوله الشباب دي كلها غلط؟ ما فيش اي حاجه تساله. طب ما هو الشباب دول نزلوا في 2011 وقفوا في الشوارع وقفوا طوابير والمطره بتنطر والميه في الارض في الطينه، ورغم ذلك الشباب وقفوا. طب انت في رايك يعني ان هم الوقت يلغوا الانتخابات ديت مثلا ويظبطوا حاله المواطن انا بعد كده ينزلوه؟ مش ده الصح؟ هو ده الصح اللي بيعمل. لو القيادات السياسيه في البلد دي فعلا وقاموا بصوابعتين ومعترفين بصوابعتين، يعرف ان عنده الشباب ما بتنزلش، يعرف عنده الموظفين ما نزلتش، يعرف عنده الناس الغلابه ما نزلتش الا القليل القليل. يعني ما فيش انت هما دارس اهو مش هيكمل في الاخر عدده اللي هينجح في دايره 375,000 تصويت فيها هينجح ب 5000 بعار العار، عار العار، عار العار ان في واحد يروح يتكلم وهو عارف ان دايره 375 هو بيتكلم ب 1000 ولا 3000. وهروح ليه دي طف الدوله الاولى كانت كام؟ يلغي الانتخابات دي قرار كده يبقى طالع كده من ضخر كده يروح لاغي الانتخابات دي ويقعد يشوف الناس دي، يجيب المحافظين ويجيب بتوع المحليات ويجيب الناس دي ايه اللي مزعل الناس؟ يسال الجهات السياديه ايه اللي مزعل الناس؟ هيقولوا له ايه اللي مزعل الناس؟ الموظفين عندهم مشكله، الناس الشباب عندهم مشكله، شايفين اي حاجه اصحابهم نصهم في السجن ونصهم الثاني بره. يعني في سنه هو مش هو ما الرئيس نفسه هو دلوقتي الرئيس السيسي نفسه اعترف ان في فساد، الباشمهندس بيحكم اعترف ان في ما فساد. الفساد ده لدولة اكبر من اي حد، محاربتها وحاجات ويعملوا ماشي، بس انت عملت ايه يرضيني؟ عملت ايه للشاب؟ طلعت له زمايله؟ ايه المشكله اللي احنا حتى الشباب المظلوم دول اخوانا؟ حتى الشباب المظلوم في شباب مش اخوان خالص ملهاش دعوه باي حاجه. هي اللي عملت 25 وهي اللي عملت 30.